جوج، وحده كبيره وحده وحده فوق وحده. دونك ضروري ضروري ومستعجل، ما كاين لا عش. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير؟ قولي السلام. سلام، لاباس؟ ابي قولي ابي. قولي ابي، ما عطاك هذا تو. ابي برافو. واش تقول امي؟ تقول ابي. قولي دادا. دادا. ندى. ندى. نوهان. نوى. نوى كان نصر الله تيقول لها نوى. قولي نوى. نوى. وسد فما. يلا شدي. صافي كملتي. يا هربا. كي دايرين البنات؟ بخير هانين. انا راه هدايا. صافي هدايا الزوينه. ما تضبينيش هدايا ياك. المهم كاينه هنايا في سوق السبت، كاينه في سوق السبت. جيت حطيت ماما ما تقضي شي شغل، وجيت انا جلست مع عواطف وعاد نوض نمشي. تمشي معايا ولا نمشي بوحدي؟ يلا نمشيو. المهم غادي نخرجوا البنات. انا خرجنا، جات معايا عواطف. جينا اختي عند الطبيبه هنايا راه الشارع، عارفين مالي سوق السبت، عارفين عند الدكتوره جوهر. غادي ندخل عندها دابا، هو الشارع راه معروف. انا البنات كلاس نتسنى واحد السيده غادي تخرج، وعاد غادي ندخل راه فاتني النوبه. حيت الصباح جيت شديت النوبه، خلصت الكونسلطاسيون وبقيت كنتسنى، وقلت غادي نتعطل اللهم نمشي نشوف الدار، نشوف عواطف ونشوف الدراري وندوز عند نوال لقيتها ناعسه. صافي بقيت مع عواطف، قلت لها انا غادي نمشي عند الدكتوره جوهر واش تمشي معايا، قالت لي انا نمشي معاك عندها. حنا نتسناو دابا النوبه ديالنا. ماشي غير وحده، ها الثانيه هي هادي. ها هي. نتمنوا صباح تسمع الكلام، حنا بغينا دير العمليه باش ما يبقاش يكبر. وي ماشي غير دابا. لا صباح صحتك. لا 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 توت سويت خصك تمشي تاخذي هادشي يعني بجديه، وتمشي تفتحي. دابا الحمد لله العلاج كاين، كو ساسوا يحيدوا لك بزوله ولا يحيدوا لك جوج لي دو تيميباكسيون. عندك جوج، وحده كبيره وحده وحده فوق وحده. دونك ضروري ضروري ومستعجل، ما كاين لا اعشاب لا حتى شي حاجه. كبيره فيها راه عبرتها لك راه. شفتي ها الاولى؟ ها هي. ها اللي فوق منها فيها جوج. فيها جوج. انا دو توت لي فاسون غنصيفط لك هاد الا بغيتي تبعي هنايا ولاد مبارك، راه تبارك الله كيتبعو مزيان، كاينين اطباء في المستوى يعني ما كاين لا رونديفويات لا والو. غنصيفط لك لو دوسي لواحد الطريبة. هذا سرطان وسرطان ابوسي. كاينش بقيت تعبي بهادشي، ما كاينش لا اعشاب لا حتى شي. دابا راه المده ديال 3 شهور هي باش مخليه لا لا، راه غير كتعيي في راسك وكتزيدي تصعبي العلاج. سمعتي؟ انا ما انا في الحقيقه ما بغيتش نشوفك في هذه الحاله، ولكن ما كاين لا اعشاب لا حتى شي حاجه. ها لا تيمور الاولى، ها لا تيمور الاخرى. هاي كلها شقداش. ها اللي فوق منها ها هي ها هي. باش كتبان لنا سرطان ما كتكونش يعني دايره مزيان، فهمتي؟ كتكون شتة. داكوغ. دونك ها الاولى، ها الثانيه، ها الثانيه حتى هي كلها مشتته. الله يرضي عليك، غنصيفطك لعند الطبيبه اللي في ولاد مبارك الا بغيتي تبعي العلاج. هنا كنتي كتبعي في كازا مي مستعجل، هادشي راه ما حد ذكر. الجلده شاد ما كاين الجلده دابا، البزوله كلها اللي كونسيرفي. دايوغ اي سرطان
ياك سورتو السرطان بالبزوله كنقصو ديجا هيك في ليكزامان باش كنشكو فيه كيكون لاصق الا دار لا بو سوبرفيسيال الا دار معناتها لاصق ها هو دابا غير في التوشي ها الاولى قبل ما ندير لا ايكوغرافي لا والو الا دار ها الاولى ها الثانيه كبيره يعني شو كتسناي مستعجل 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 هاي شوف هذه مشتته كلها داكوغ هادشي اللي نقول لك وانا من جهتي راني نهضر مع هادو اللي في ولاد البار كنزيد نقول لك راه زعما راه ناس في المستوى وغيبقاو معاك حتى الاخر كنتي كتبعي في الدار البيضاء غتمشي للدار البيضاء وتبعي مزيان ما كاين لا مراكش لا عشوب لا ما لا حتى شي حاجه سرطان افونسيات حنايا جينا مع حطيت طوموبيل مال يسمع عبد المسكين جوج هاد ليتي عبد المسكين بقى عرفتي السلام عليكم المتابعين ديال صباح اختي المتابعين ديالنا الله يحفظكم وعواشركم مبروكه الله يكبر بكم عرفتي داو ليا الساروت وجاب بعدا مع الاذان مع الدور مشيت صلي الدور لقيت نقرا في القران بغيت نسد الجامع جيت انا رايح تحت الجيران مريح تحت القران جيت انا جلست حدا وجيت انا جلست حدا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله قال لنا ها ما تقولش ما قلناش لكن عاد طبيعي لا لا وكون عرفتنا ما بانتش لي انا الوالده بعدا في النهايه قالت لي خرجت ما قلناش لا غادي نعد الطبيبه كون قلنا لا غادي نعد الطبيبه عاد تقول لك انا نمشي ندوز باش ما تبقاش هي باش ما تبقاش تبرزط خليها بعيده على المشاكل وصافي تبرزط وتصدع مع راسها الله يهدي مخلوقها يا رب يعني هادشي هو اللي كاين اختصاصا الله يهدي مخلوق زعما الا من ورا هذا الفيديو هذا بنادم يعني ادخلوا شوفوا شتي اللي تيهاجمني انا عاهاجم وانا ولفت السي محمد مسكين السي محمد باقي يدخل عنده حتى شي واحد يخاصمه لا 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 الحمد لله والله شوف احنا تنقولوا المسامحه راه قلتها تنقولوا المسامحه لكل شيء وكاع اللي تقول الا وحده اللي ما غاديش تسامح لها ديك اللي كانت دخلات عندي في ميساج يا الشماته يا كذا كانت تقريبا في امريكان هذيك هي الوحيده اللي ما غاديش نسمح لها حتى غدا انت راه عرفتي وتصور كل شيء غادي نسمح لك وتصور بالنسبة دابا بالنسبه لك انت يا صباح انا تقول واحد الحاجه حتى حنا شفناها ما عجبناش الحال تدباني مع شي دري تيقرا ما عجبناش الحال حتى حنا والله حيت بنادم كلشي عليا ضبطي انا قلت لك صباح لا لا ما تبغيش اشوف نقول لك واحد الحاجه انا دخلت لدارهم وكليت طعامهم ما يمكنش انني حنا ماشي ولاد الحرام فهمتي وانا راه شرحت للبنات شرحت لهم في الفيديو اللي قبل انا سمعت وريتيني الفوكالات وسمعتهم اذا يعني وريتيني الفوكالات وسمعتهم صراحه وحشوم الواحد بخير دابا دابا حنا واقلنا دابا حنا واقلنا للناس بانها بغات تبين راسها مع القنوات الاخرين اللي ضدي باش ما يدخلوهاش حتى هي بيناتهم ولا شي حاجه وباش يصفقوا لها ولكن اشنو انسان دا عندي والو دابا العشر الاواخر هذه ديال رمضان اللي مزيان مزيان راسو اللي خايب خايب راسو اللي تيكذب تيكذب على راسو غادي بحال ما هكاك وصافي وانا الا زعما كي نايض ليا كل شيء فراه معايا الله سبحانه وتعالى ومعايا الحق واحد العياق نحيد قشراتي الدار عندي بارده الصباح فاش خرجت راه عرفت خرجت الصباح بكري فاش خرجت وريقاتي باقي مليوحين خرجت الصباح بكري كانت الضبابه ياك كنت نقول صافي راه غتصب الشتا وليني شويه مع داك 12 حتى ولات الحراره فاش خرجنا حيت انا مشيت قلت لكم الصباح بكري ديت الوالده حطيتها ومشيت شديت الرونديفو عند الطبيبه كيف ما تصورت معكم البنات يعني الناس ديال سوق الصيف راهم عارفين الدكتوره جوهره بوسجاده يعني غنيه عن التعريف اشهر طبيبه عندنا في المنطقه ولا في المدينه ديالنا ما كاينش اللي ما كيعرفهاش ما كاينش اللي ما كيمشيش عندها بطبيعه الحال وقلتها لكم قلت لكم راه حتى راجل هو اللي عنده الكلينيك يعني الكلينيك الوحيد اللي في المدينه ديالنا هو ديال راجلها هو النيس اخصائي ديال النساء والتوليد وطبيب جراح هو اللي كان دار لي العمليه لصبعي عرفتو كان عندي الضفر حتى يدخل ليا في اللحم والله لا هو اللي كان دار لي غير ولا
سينا نادا هي عندها نفس المشكل بحالي، بان لي رجليها قالت لي ماما شوف شو، قلت لها عرفتي اش غديري ما تبقاش تمقصي ظفرك، الا هو طلع لك ود قاد لك هي هذيك ما طلع لكش ود قاد لك راه غنديك ساتيين للكلينيك يحيدوا لك الظفر كيف ما انايا. ايوا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. انا وليت جيت نور هان هسه دايره واحد الصونيط واحد لاغم هيا دايره واش ما بغيتيش تفيق وتقعد وتقعد خلاص. قلت لها خليني انا ندير الصوت ديالي نغوت عليك باش تنوضي قافزه. جات من المدرسه ونعسات انا حيت بقيت تعطلت، بقيت مشيت للدار بقيت كنتسنى في امي. طلعت للدار الفوق ولينا طلعنا للدار الفوق بقينا كنتسناو في امي حتى جات مره تقول لي لا صافي عسيري وخليني حتى الغدا وجي ونمشي معاك، مره تقول لي لا لا تسناي نمشي. جاويت قالت لي بغيت نمشي للقيصريه، عركبت في الطوموبيليه نعس وانا ندير فوت ما وقفت حتى عند الباب عاد وقفت. قلت لها هاتي، قالت لي ما وصلتيش للقيصريه. قلت لها نمشي نتقدى الخضره حيت انا مابقاتش ليا الخضره ديالي اللي نطيب في الفطور وتقديت ليهم النيت وهما يا شي تخربيقات واش نوجد ليهم غادي عاد ندير ليهم غير المهم مع شي تخربيق وصافي. راكم عارفين باش تكون النهار اللي تتكوني خارجه ديال الطبيب ولا ديال شي بلاصه راه عاد داكشي اللي قسم الله تتعدي به وصافي. المهم ها هو البنات، ها هي الورقه اليوم ديال الطبيبه اللي مشيت عندها شتا فاش مشيت فاش كانت تتعب ليا الصراحه كانت تخاصم بزاف. يدير الله خير. شتو ها هو الاولى شحال فيها والثانيه شحال فيها شتو يعني ورم سرطاني ماشي يعني السرطان. السرطان البنات راه ما فيش سرطان حميد، راه كيدير عليكم الكذاب راه ما عرفتش كيفاش. غالي قال لكم شي كلمه كتيقوها، غالي جا كتب لكم شي حاجه ولا قال لكم شي حاجه يعني كتيقوها. سرطان ما كاينش فيه حميد، سرطان سرطان صافي. سرطان هو المرض الخايب، هو ورم خبيث ما فيه لا حميد لا يكذب عليكم الكذاب اللي يقول لكم سرطان حميد كاين. انا على شو دابا باش دخلت ما دخلت ويطلعوا لي لي نوتيفيكاسيون ديال سميتو لي نوتيفيكاسيون ديال لي ميساج ويطلعوا لي شي كومونتيرات وانا ريوا حق الله ورا اش نقول لكم. وبعد المرات راه كنبقى نضحك مع راسي انت نقول كيفاش بنادم واش لهاد الدرجه هادي بنادم عنده اهتزاز في الشخصيه وعنده انفصام وعنده باش والله ما نكتب لشي واحد شي كومونتير ونعايرو ولا وانا ما فاهمه حتى شي حاجه عرفتوا تنقول شو دابا شحال ديال الناس. وصراحه كيبقى فيا الحال ان بنادم كيدير التقليد غير هكاك، لكن بعض المرات كنقول ان الله سبحانه وتعالى راه خلقنا يعني بعقولنا يعني عندنا واحد العقل باش كنفكروا، ماشي تيلع ماشي اللي جا غيلعب بيا ولا اللي جا غيديرها بيا ولا. اذا انت كانسانه حنا نقولوا امراه سواء بدارك ولا بولادك ولا براجلك ولا اللي جا غيضحك عليك اللي جا غيديرها بيك، لا سواء فهادشي ديال اليوتيوب اللي قال لك شي كلمه كتيقيها، لا سواء على راجلك على وليداتك على عائلتك على اي واحد. راه هادي راه واحد الظاهره اللي غاديين فيها غير الله يحضر السلامه وصافي. يعني الانسان خلق الله سبحانه وتعالى بالعقل باش نفكر. انا واحد الانسان غير شفت واحد قال لي على شي واحد اخر شي حاجه، مازال كون قال على راسه هو يدبر راسه، ولكن باش انايا يجي واحد ويقول لي شتي فلان راه دار وهدار وهدار هو ما مزيانش، صحاب انا غادي ندعي على داك فلان اللي ما مزيانش راه غنقول عليك حتى اللي جيتي عاودتي لي عليه حتى اللي ما مزيانش حتى اللي خاصك قلت ما يدار واش كدير. لان كل انسان الناس اللي عارفين والناس اللي يعني فاهمين وواعيين ومثقفين وكيعجبني الحال باش كنشوف ان كاينين الناس اللي هما يعني في قمه الوعي ديالهم ما عندهمش الوقت انهم يتبعوا شي خرافه كتعاود لا شي حاجه ولا يجي لمجرد انه سمع لك شي حاجه يجي يعلق عليك.
لا، وكاين بعض الناس اللي سبحان الله العلي العظيم كيخترقوا شي سيناريوهات وكيعيشوا فيه. بحال دابا فاش دخلت واحد الوحده سميتها سوريا، دايره سوريا ما عرفت شنو، واختي والله يرحم لك الوالدين وعازكي معانا، واش تي شرطيه في المانيا ولا طبيبه في المغرب ولا محاميه في الدنمارك، كل مره وشنو تتكتب في التعاليق. عزقي معايا الله يرحم لك الوالدين. لقيت تعليق كاتبه انا راني طبيبه وكنشوف الحالات ديال السرطان، هذه ما فيهاش سرطان، هذه فيها سرطان حميد. الناس اللي فيهم سرطان راهم ما تكون عندهم النفس، ما كيكون عندهم حتى شي حاجه، ما كيهضروا. شويه في تعليق اخر كاتبه اني سمعك ديري هكا، كتطلعي الكونت، كتطلعي جميع التعاليق، كتطلعي امتى فتحات الكونت، كتطلعي كل شيء. شويه في تعليق اخر كاتبه انا شرطيه في المانيا وعندي الاصدقاء ديالي في الشرطه في المغرب وغادي نتبعوا هذه القضيه هذه باش نعرفوا. هي كاتبة تعليق آخر أنا راه كنشوف الحالات ديال السرطان عندنا في العائلة، ومساكن ما صابوا حتى باش يتعالجوا، ومساكن طاح منهم النص، وهذه كضحك وهذه ما فيهاش السرطان. مرة أخرى عاوتاني ما عرفتش شنو كاتبة التعليق. شي داك تتحسي بديك تتحسي بنادم انك وحق الله العلي العظيم تيكون طايح لك، يعني تتكوني فاشلة بعد المرات عيانة سخفانة، ولكن وحق الله العلي العظيم اللي بحال ما هكاها الى تنبقى نشوف تنقول واشوف دابا اشو دابا الانسان كيفاش كيعطي خاطرو انه يدخل وانه وما زالش دابا يعالجو. ما انا مشيت عند الطبيبه صورت لكم كل شيء، بقى خاصني حنت عواطف اللي كانت كتصور، عواطف اللي مشات معايا قلت ليها ها كيصور، يعني انا قبل ما يعني ما طلبتش لوتوريزاسيون من عند الدكتوره جوهره انها نسولها واش تقدري يعني نصوروا كل شيء وانا من بعد نغطي كرشي وداك الشيء او لا لا. عواطف الله ما عرفت بقى الفيديو ما شفتش شنو دارت فيه وصورت كل شيء ولا لا. مهم حتى نشوف نبغي ندير المونتاج عاد نشوف، يعني بقى ليا غنصور لكم صدري كامل اش ديرها وفاش كتقلب الطبيبه وفاش كتشوف قبل. والله العلي العظيم ها نتوما دابا الدليل ديال البراءه ديالي حطيته لكم، يعني دابا ماشي خرجت معايا الطبيبه لبرا زعما مثلا كلينيك ولا شي حاجه، يعني في الكابيني والكابيني لداخل وهي كدير لي التلفازه وكاك يبان لكم هالو داك السرطان الاول، ها السرطان الثاني، يعني هكذا شتوم ها هما فاش كانت تعبر ليا فيهم الطبيبه. كانت التلفازه يعني غتقولوا لي اون كولور راه ما راه تيخرجوا بحال ما كولي كيخرجوا في الطبيعي، يعني دارت ومع ذلك غادي تلقاي دابا الثاني غادي يدخلوا لا كدابه. لا اخترقتي السيناريو ديال المرض، لا اللي تيقتلوني وهما دوك اللي كيدخلوا تيقول لك ايوا اللي ايوا ردي بالك درك سيدي ربي يعطيه لك ديال بصح يا وبتي راه حنا معطينا والله يسوى ربي بغى لي الخير في هاد العواشر. قلت اسمح عند خويا عواطف قلت لي قلت ليه ربي بغى لي الخير بقى فيهم الحال بزاف، قال لي شفناك انك تي بوحدك وما كيدافع عليك حتى شي واحد وكثروا عليك، ويعني قلت لي ما انا كنحتسب امري الله سبحانه وتعالى وربي بغى لي الخير، وانا كنقولها لكم في الفيديو حق الله العلي العظيم الا سيدي ربي كيبغي لي الخير. عرفتوا علاش؟ حيت في الاول والاخير فاش غادي يعني فاش كتجيك ديال يعني الصح والمعقول ما كتبقيش تفكري في الدنيا، كتولي هو ايه الموت صعيب، الفراق 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 ديال الحباب اللي صعيب، فاش كتفكري في الموت تجيك صعيبة انك غادي تفرقي شي حد خصوصا لكانوا وليداتك، كتجيك صعيبة بزاف. ولاني في الاول في الاخر فاش كتجي كتوقفي وكتحبسي كتقول واش انا غنخلد
ما يمكنش حتى شي واحد ما كيخلد في هذا الشيء، راه البقاء الله سبحانه وتعالى. صافي، ان لله وانا اليه راجعون. يعني تزادينا تنتمو غاديين في هذه الحياه، في الاول وفي الاخر غادي نموتوا، والانسان شنو كيدي معاه؟ يعني ما غادي ندي معايا حتى شي حاجه، يعني سواء صايبت بلاكار ولا صايبت ناموسيه. انا قويه تنبغيش بحال ما خاصني باش طلع ليا المناعه، داكشي علاش بقيت تنضحك قبيله على ديك السيده ولا التعليق اللي كتعير فيا. كنقول لكم هادشي ما غنديش معايا، ما غندي معايا والو، غندي معايا الاعمال ديالي والحسنات ديالي. وهذا رمضان هذا كليت الدق الناس من عند الناس والمعيور، وسميته بسبب انهم يعني ما دين واحد النظره على السرطان. لا خصكي الا مرضتي بالسرطان ما خصكي تلبسي، ما خصكي تاكلي، ما خصكي تشربي، ما خصكي ديري، ما خصكي ديري، وهذا راه خطا كبير بزاف. علاش انا بعض المرات لا جاوبت شي وحده فشي تعليق كنقول لها سير رجعي قراي على السرطان مزيان، الله يعطيك الصبر، رجعي قراي على السرطان. شي غير داك الخوف، اقسم لكم بالله العلي العظيم، الا داك الخوف الا كيزيدك نص بالنص ديال المرض، وكيسرع في الانتشار ديال السرطان، وكيقلل لك جهاز المناعه ديالك. عرفتي فاش كتضعف لكم جهاز المناعه؟ اولا فاش كنكون انا يعني كنبين لكم ضاحكه وسميتو، كنكون نشطح مع بناتي، دابا في العشيه راه كنخدم، كيخدموا لي بناتي التلفازه كنصيبهم شي تفرجوا، تندخل عندهم وتنشطح معاها وداك الشيء، تنقول لي ما خاصني الاكتئاب حيد، خاص المناعه تحي طلع، وخاصني بكوتي يبقاو يضحكوا معايا بناتي. علاش كندير بحال ما هكا؟ كندير بحال ما هكا لانه في الجسم ديالنا سبحان الله العلي العظيم، الله سبحانه وتعالى خلق لنا الجسم ديالنا فيه اليات ديال الدفاع، راه فيه جيوش لداخل. فاش كتكوني ناشطه ولا كتكوني فرحانه، الجسم كيفرز واحد الهرمون، هذاك الهرمون كيطلع لينا الجهاز ديال المناعه. فاش كيطلع لك الجهاز ديال المناعه، كيولي اي ميكروب ولا اي حاجه يعني دخلات لك للذات ديالك كياتاكيها. عرفتي شحال من خلايا كيتنتجوا في الجسم ديالنا؟ راه اكثر من مليار خليه في الجسم في النهار الواحد اللي كتنتج. الله سبحانه وتعالى هادشي العظمه ديال الله سبحانه وتعالى. فاش كيضعف لك جهاز المناعه ديالك، راه يوميا فيروسات كيدخلوا للجسم، دوك الخلايا تيبقاو يتخربقوا هي باش ينوض السرطان. الا كان جهاز المناعه ديالك ضعيف وكنتي انسانه مكتئبه وكنتي حزينه وخايفه، صافي راه اي حاجه جات غادي توقع لك في الجسم ديالك، توقعي اي مرض، توقعي يا اما جلطه في الدماغ، يا اما الله يستر شلل، يا اما يركبك السكر، يا اما اي حاجه ممكن، سرطان، اي حاجه اي حاجه. وهذا الشيء علاش يعني كنصيحه كنقولها لكم، الناس اللي كيبقاو لا شفت انا واحد الواحد ناركي ولا عارف فيه السرطان شهر صافي طاح منه النص، هذا راه خطا كبير. وانتي براسك اللي جايه كتكتبي هذا التعليق، راه انتي تزيديه مرض على مرض. المريض ديال السرطان خصو تكون المعنويات ديالو طالعه، وخصو يكون مهلي في راسو، وخصو يكون بخير، وخصو يكون بزاف ديال الحوايج باش النفسيه، باش هكا واخا تكوني يعني كديري سواء علاج كيميائي سواء عمليه سواء سميتو، راك انت كتعاوني العلاج. الا ما كنتيش كديري، الا ما كانتش المناعه ديالك طالعه وسميتو، راه واخا ديري 100 عمليه وديري 1000 حصه، والله العظيم ما يقضي فيك. والسرطان راه تيكون مزمن، يعني تيمشي وتعاود يرجع. المهم انا كنقولها لكم، فاش الانسان توليو تشوفوه يعني بالمعنويات، وانا كنقول لكم شتي انا البنات وراه هي الصنيطات اللي دايره. وانا نقول لكم البنات كنلقى في سميتو في التعاليق بحال ما كنا نقول لكم واحد الحاجه، شتي انا واحد الانسانه اللي رضيت بالقضاء ديالي، واحد الرضا تام وراضيه بالقضاء ديالي، وكان امن بالقدره ديال الله سبحانه وتعالى، وكان امن بان اي حاجه كطر الانسان مكتابه، وانني عزيزه عند الله سبحانه وتعالى. داكشي علاش متاحني اختبرني في السرطان، ومع رمضان وعرفتوا شحال ديال التعاليق الخايبين وشحال هادو بثابت يعني حسنات كيضافوا لي، الحمد لله اللهم لك الحمد. وبما انني راضيه بالقضاء ديالي، يعني
نهار الطليله لقيتوني، يعني نهار غادي نبغي نمشي ندير العمليه غتلقاوني مهليه في راسي وناشطه وضاحكه ومهليه في بنياتي ونضحك معاهم ونمشي بكل ابتسامه. شتي اخر دقيقه واخر لحظه غادي تشوفوني، غتشوفوني ضاحكه ضاحكه. ما يمكنش كنشوف شي تعالق ولا ما خصكيش تضحكي انت على اللي مريض بالسرطان، على اللي بالسرطان يمشي يحفر قبره ويدير. الخوف راه كيقتل الواحد، راه ماشي الاجال مرتبط بالسرطان ولا لا، الاجال من عند الله سبحانه وتعالى. نهار كتقطع عليك الورقه ديالك، ما عرفتش فين اش من صوره قريتها غير البارح، فاش كتقطع عليك الورقه ديالك الاجال ديالك صافي كيسالي الله سبحانه وتعالى، يعني ما كتزادك حتى دقيقه، داكشي مكتب ومقدر لك من عند الله سبحانه وتعالى. داكشي علاش المهم هذا، ها نتوما البنات دابا كلشي على عينيكم، كلشي شفتوه مباشره مع الطبيبه مع الدكتوره جوهره بوسجاده، يعني اشهر دكتوره عندنا في المدينه ومعروفه بزاف، وما كاينش اللي ما كيمشيش كيدوز عندها، ما كاينش اللي ما عارفهاش يعني اشنو قالت. فالحمد لله اللهم لك الحمد، الحمد لله على كل حال، الحمد لله الحمد لله. شحال اليوم 3 في شهر 4 2024، الحمد لله على قضاء الله وعلى لطف الله. يعني من هذا الفيديو هذا الا مازال شي وحده زادت كذبت على الناس ولا زادت يعني كتجي كتكتب شي تعاليق ولا، عارفوا بان بنادم راه مريض في نفسه، ماشي يعني الخطا ماشي ديالي انا، يعني كل شيء انا حطيته لكم ومازال غادي يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يا ربي يا ربي غير عطينا الصحه والسلامه وطول العمر. المهم مازال فيديوهات اخرين ان شاء الله وصافي، وعواشركم مبروكه باش ما تمنيتو ان شاء الله. نجلس انايا حتى تدوزني الحال واحد شويه، قرب وقت الفطور ونهبط نديبانيهم شي فطير وهذاك. السلام عليكم وتهلاو ليا في راسكم.